يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند، أولى حلقات هذا الأسبوع، بالتالي هي حلقة غاية في الأهمية. عندنا تفاصيل كتير جدا هنتكلم فيها على مدار الحلقة، سواء فيما يتعلق بآخر أخبار النادي الأهلي، وده أمر بيهمنا جدا جدا بكل تأكيد وبيهم كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان، وكمان عندنا بعض الأخبار والموضوعات اللي سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي، بالتحديد فيما يتعلق بالمستوى العالمي مباراة الكلاسيكو النهارده ما بين ريال مدريد وبرشلونة هيكون عندنا فيها كلام كتير قوي، فبالتالي حلقة دسمة وفيها أخبار كتير مهمة. لكن كمان مهم بالنسبة لنا تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة اليوم، وهو بيتعلق بالنادي الأهلي ورأيكم في التشكيل الأنسب أو الأفضل للنادي الأهلي في دور المجموعات بعد تأهل الفريق رسميا لدور ربع النهائي. تقدروا تتواصلوا معنا من خلال صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام، وهناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير كما هو معتاد من حلقة الترند. لكن دايما البداية بتكون بأهم وأبرز العناوين، نشوف في ترند الأهلي: الفريق يستأنف تدريباته استعدادا للنصر. كمان في ترند الأهلي: محمد هاني لن يلحق بمباراة النصر. أما في الترند العالمي: كلاسيكو الليلة قد يكون الأخير لميسي. بالتالي خليني أبتدي معاكم بأهم المباريات في مختلف الدوريات العالمية ومختلف البطولات كمان المهمة اللي بيتابعها عدد كبير جدا من جماهير الكرة حول العالم. نبتدي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ومباريات مهمة جدا النهاردة بالنسبة لمجموعة نادي الزمالك وبالنسبة كمان لمجموعة نادي الوداد. نبتدي: الزمالك النهاردة عنده مباراة الساعة 6 أمام تونيجت بطل السنغال، مباراة مهمة لنادي الزمالك، هو عايز يفوز طبعا علشان يستنى نتيجة أو هدية من الترجي اللي عنده مباراة في نفس التوقيت مع مولودية الجزائر، ومطلوب من الترجي أنه هو يفوز على مولودية الجزائر عشان الزمالك يتأهل، لكن لو مولودية الجزائر تعادل فقط يتأهل مباشرة مع الترجي لدور ربع النهائي، بالتالي هي مباراة أو مباراتين مهمتين جدا. اما فيما يتعلق بمباريات اخرى في دوري ابطال افريقيا، فالوداد الرياضي المغربي احد المرشحين للفوز باللقب، عنده مباراه مع بيتلو اتلتيكو متزيل هذه المجموعه، المباراه هتكون في تمام الساعه 9 مساء. الوداد عنده 10 نقاط وبيترو اتلتيكو نقطه واحده، بيترو خرج خلاص من المنافسه، لكن الوداد عايز يحافظ على المركز الاول بكل تاكيد، بالتالي المنافسه قائمه ما بين حريه كوناكري الغيني وكايزر تشيفز الجنوب افريقي، ودي اقوى مباراه النهارده ما بين الفرقتين دول. ليه بقى؟ الاثنين عندهم 8 نقط، المباراه تتلعب في غينيا، واللي هيكسب هيتاهل مباشره. لا طب لو تعادلوا، التعادل يؤهل حريه كوناكري للدور ربع النهائي من طول دوري ابطال افريقيا، فبالتالي مباراه قويه وصعبه جدا بكل تاكيد. ده فيما يتعلق بدوري ابطال افريقيا. خلينا نروح للدوري الانجليزي، والنهارده في مباريات مهمه جدا، وكان في مفاجاه من ضمن المفاجات مع بدايه اليوم، وهي هزيمه مانشستر سيتي على ملعبه من ليدز يونايتد بنتيجه 2-1. دالاس مدافع ليدز هو اللي احرز الهدفين، في المقابل فيران توريس طبعا لاعب مانشستر سيتي هو اللي احرز الهدف الوحيد لمانشستر سيتي. اما المباراه اللي بتجرى في هذه اللحظات، وهي مباراه مهمه جدا بالنسبه لنا لان فيها اثنين من نجومنا المصريين، سواء محمد صلاح او تريزيجيه او المحمدي، بس المحمدي على دكه البدلاء. فالشوط الاول انتهى بتقدم تريزيجيه، فريق تريزيجيه على صلاح بنتيجه 1-0. استون فيلا على ليفربول في ملعب الانفيلد، المباراه ابتدت الساعه 4، احرز هدف استون فيلا واتكنز النجم الانجليزي ومهاجم فريق استون فيلا، ومع نهايه الشوط الاول كان احرز هدف روبرتو فيرمينو، لكن الحكم لغاه او تقنيه الفار تحديدا لغته. اما المباراه الاخيره في الدوري الانجليزي النهارده هتكون في تمام الساعه 6:30 مساء ما بين كريستال بالاس وتشيلسي، مباراه قويه جدا، كل المباريات دي طبعا في اطار الجوله رقم 31 من بطوله الدوري الانجليزي. اما بخصوص الدوري الاسباني، والانظار كلها هتتجه للدوري الاسباني النهارده، وبالتحديد الساعه 9 بالليل مباراه ريال مدريد وبرشلونه. بس نبتدي بالترتيب الاول: ختافي لعب مع كادش وخسر 1-0، كانت مباراه الساعه 2. وكمان اتلتيك بلباو بيلعب في هذه اللحظات مع ديبورتيفو الافيز، مباراه ابتدت الساعه 4 وربع والتعادل سلبي بدون اهداف.
ايبار مع ليفانتي الساعه 6:30، واهم مباراه طبعا كلاسيكو الارض زي ما بيطلق عليه، وكلنا بنحب نتابع هذه المباريات، مباراه ريال مدريد وبرشلونه، والمنافسه قويه جدا. ليه بقى؟ لان ريال مدريد عنده 63 نقطه في المركز الثالث، وبرشلونه عنده 65 نقطه في المركز الثاني، واتلتيكو المتصدر عنده 66 نقطه في المركز الاول. فالمنافسه في الدوري الاسباني ناريه جدا ما بين الثلاثي، بالتالي هنشوف مباراه قويه قوي ما بين ريال مدريد وبرشلونه النهارده. اما بخصوص الدوري الايطالي، سبيزيا فاز على كروتوني بنتيجه 3-2 في مباراه انطلقت في تمام الساعه 3 عصرا. اما بارما هيلعب مع ميلان الساعه 6، واودينيزي مع تورينو الساعه 9 الا ربع. دي اهم وابرز المباريات النهارده، وفي الحقيقه عدد كبير جدا من المباريات المهمه، واللي الكل في الحقيقه هيتابعها بشغف كبير، ومباريات بتمتاز دايما بالاثاره والمتعه لكل محبي كره القدم بكل تاكيد. لكن الاهم بالنسبه لنا عندنا اخبار كتير، وبالتحديد هنبتدي بنادينا الحبيب النادي الاهلي، بس بعد الفصل استنونا. طيب، مباراة الأمس وفوز النادي الأهلي على سيمبا، فوز مهم جدا بهدف محمد شريف، اللي في الحقيقة بيتألق بشكل ملفت وبيأدي بشكل جيد جدا مع فريق النادي الأهلي. وعندي كلام مهم على محمد شريف وعلى بعض اللاعبين، لكن هبتدي بأهمية هذا الانتصار المعنوي. احنا عارفين طبعا المباراة يعني نسبة اهميتها قليلة، لان الاهلي خلاص تأهل هو وسيمبا قبل هذه المباراة، وكمان المراكز كانت محسومة، سيمبا اول الاهلي تاني. لكن مهم في ايه؟ مهم انك تبقى بتاخد الثقة بشكل جيد في مرحلة غاية في الاهمية بالنسبة للمنافسات المختلفة اللي بينافس فيها النادي الاهلي على مختلف البطولات. فانت بتبقى المرحلة دي عايز ايه؟ عايز تكسب، وده اللي انا عايز اتكلم فيه مع حضراتكم. الاهلي فاز، فاز، عمل شوط اول حلو، عمل شوط اول حلو بصراحه، الاهلي كان كويس جدا الشوط الاول، لكن الشوط الثاني كان فيه تراجع في الاداء. هل التراجع ده منطقي؟ ها، منطقي؟ طبعا منطقي. طبيعي؟ طبعا طبيعي. ليه بقى؟ وده اللي احنا لازم نركز عليه الفتره اللي جايه، لان في ضغط مباريات بشكل كبير جدا، وشكل اكيد هيؤدي لاجهاد بدني كبير، وربما يؤدي الى بعض الاصابات، وهو فعلا موجود اصابات في صفوف النادي الاهلي خلال الفتره الحاليه، وهي اصابات كتير شويه، نتمنى ان هي ما تاثرش بشكل او باخر على الفريق، لكن في كل الاحوال هي يعني غيابات مؤثره للنادي الاهلي. فالمنتظر ايه من فرقه النادي الاهلي؟ المنتظر ايه من الجهاز الفني تحديدا خلال المرحله دي؟ المنتظر انك تدخل كل مباراه تحاول تكسب. هنطلب منكم اداء بصراحه، بصراحه عشان يبقى منطقيين، مش عايزين اداء دلوقتي، دلوقتي بالتحديد، افهم كلامي. يعني احنا لما نيجي مثلا نتكلم عن مباراه سيمبا اللي هي كانت هناك في تنزانيا، كنا زعلانين، اداء الاهلي كان وحش، مفيش اعذار، مفيش حجج، مفيش اي حاجه. لكن المرحله دي، الشهر ده بالذات، شهر 4، انت لك ان تتخيل عندك كم ماتش ورا بعض، انت لعبت المريخ وسيمبا، داخل بقى على ايه؟ على النصر يوم 14، الزمالك يوم 18 معايا، بعد كده عندك سموحه يوم 21، 3 ايام بس فرق، كل الماتشات اللي جايه دي 3 ايام بس فرق، بعد كده عندك انبي يوم 24، عندك المصري 27، الجونه 30. هل في فريق من دول فريق ضعيف، فريق في المتناول؟ سهل، مفيش خالص. هتقول لي النصر دي مباراه كاس، واحنا عارفين مفاجات الكاس، ربنا يستر من المباراه دي، ان شاء الله الاهلي يقدر يتاهل باذن الله. لكن بعد كده كله صعب، وكله في ضغط كبير جدا، فتره زمنيه قليله قوي، 3 ايام ما بين كل مباراه والتانيه، ده عدد قليل جدا، مفيش مساحه ان انت يبقى في استشفاء جيد، يبقى في جاهزيه بدنيه افضل، مفيش مساحه ان انت تبقى تساعدك انك تعمل اداء جيد. فايه المطلوب من المرحله دي في ضغط المباريات ده؟ انك تكسب. في حاجة غير كده؟ أنا وجهة نظري وأعتقد كتير جدا من الأهلاوية اتفقوا معايا في الجزئية دي، إن أنت عايز تكسب أي مباراة جاية بغض النظر عن التطرق للأداء. لكن طبعا الأهلي لو لعب بأداء كويس، يا ريت، إحنا بنحب الكرة الحلوة، بنحب نتمتع بالأهلي، بننبسط جدا لما الأهلي يعمل ماتش كبير وماتش حلو. هل معنى كلامي إن الأهلي كل ماتشات هيلعبها وحش؟ لا طبعا، لا طبعا. لكن أنا بأكد أو بتكلم على الجانب الأهم، الناتج الأهم، انك تكسب. عايزين احنا بقى، احنا ما نبقاش حاطين الضغوط على الجهاز الفني واللعيبه، حتى في عز ما بنكسب
يقول لك بنحاول كده نطلع سلبيات، بنحاول ما اعرفش ليه يعني، البعض مننا بصراحه يطلع سلبيات ويعمل ضغط على الجهاز الفني ويعمل ضغط على اللعيبه، وده امر غير مطلوب اطلاقا، خصوصا في مرحله حساسه ومهمه وفاصله زي دي. بخلاف المرحله دي، بخلاف لما يكون عندك ما عندكش ضغط مباريات ومباريات ورا بعض وفرق الايام ما بينهم 3 ايام وكلام من ده، يا سيدي بعد كده نقعد نقول ايه، لا الاهلي وحش، وانتوا عارفين احنا اول ناس لما الاهلي بيبقى وحش بنطلع نقول، ساعتها نقول الاهلي لو ما عملش اداء كويس الاهلي كان وحش، لازم يبقى في معالجه للسلبيات، لازم نشوف ايه النقط المهمه اللي نتكلم فيها. لكن تحديدا دلوقتي انا عايز ايه، انا عايز فوز، انا عايز نكسب وخلاص، انا عايز نكسب. هل معنى كده ان انا بقلل من قدره لاعيبه النادي الاهلي ان هم يعملوا مباريات كبيره واداء فني؟ لا، يقدروا طبعا، يقدروا، لكن احنا بنتكلم في معطيات، نتائج المعطيات دي بتكون ايه، اهم نتيجه من المعطيات دي انك تكسب بس كده. فاحنا عايزين ان شاء الله باذن الله الاهلي يكون يعني مركز جدا جدا في اهميه الفوز، وعايزين احنا كجمهور النادي الاهلي ما نحطش ضغوط بشكل مبالغ فيه على لاعبي الفريق والجهاز الفني، ونبقى سندنهم بشكل كويس عشان باذن الله يكون في ناتج مهم جدا. بالتالي مباراه الامس كان مهم قوي انك تكسب، مهم قوي انك تخرج بالثلاث نقاط، توصل للنقطه رقم 11 حتى لو مش هتفرق في الترتيب، لكن انت بتاكد جدارتك بالتاهل لدور ربع النهائي ان شاء الله باذن الله الاهلي يكون موفق. لكن انا استوقفني بعض النقاط المهمه في مباراه الامس، واهمها بصراحه انا مبسوط قوي 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 بمستوى رامي ربيعه. رامي ربيعه يا جماعه ده لعيب خبره كبيره قوي، لعيب ده من ايام الجيل اللي هو بتاع ابو تريكه والكلام من ده، لعب في الاهلي في الفيرست تيم وهو عنده 17 18 سنه تقريبا، لو ما كانش اقل من كده كمان، عنده خبرات انت محتاجها بشكل كبير. كون ان هو يظهر امبارح بالمستوى المتميز ده، مستوى متميز فعلا لرامي ربيعه بعد فتره غياب بعيد عن المباريات، ده حاجه تحسب له وحاجه تحسب للجهاز الفني انه قدر يجهز رامي ربيعه انه يلعب وانه يظهر بالشكل ده. اذا احنا كسبنا مدافع بخبرات عظيمه هيكون اضافه للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه في حاله الحاجه لجهوده. عجبني قوي كمان في رامي انه ما طلعش اتكلم كتير، ما اشتكاش، انا ما بلعبش، انا عندي مش عارف مشاكل، انا نفسي العب، انا لا، محترف، لاعب محترف، هيجي وقتي، هيجي دوري، لازم لما تجيلي فرصه ابين ان انا قدها، ابين ان انا لعيب كبير. هو بصراحه اثبت امبارح في المباراه دي ان هو لعيب ممتاز. طبعا هو مش محتاج ان احنا نتكلم عن رامي ربيعه كتير، لكن هو لعيب كبير واضافه لخط دفاع النادي الاهلي للفريق بالكامل. فهي دي العقليه اللي احنا دايما بنحتاجها ومتعودين عليها داخل النادي الاهلي. ساعات بيحصل بعض الحالات كده بتبقى هفوات من بعض اللاعبين، لكن كله بيتعلم، مفيش مشكله. نفس الحل على فكره بينطبق على مين؟ على محمد شريف. محمد شريف ماشي بخطى اكثر من رائعه مع النادي الاهلي، لكن انا بتكلم في النقطه ايه؟ بتاعت ايه؟ العقليه، بتاعت الثقافه اللي المفروض تبقى موجوده في النادي الاهلي، عند اللاعب الموجود في النادي الاهلي. محمد شريف ابتدى مع النادي الاهلي بشكل كويس جدا، احرز اهداف، جه والتر بواليا الراجل قعده، قعد محمد شريف سكت، ما اتكلمش، ما اعترضش. لعب واليا كتير لغايه لما جت لمحمد شريف تاني، نزل هو محمد شريف بتاع اول الموسم. هو ده المطلوب من اي لاعب في النادي الاهلي، ادى بشكل ممتاز ومستمر في احراز الاهداف، فبالتالي هو لاعب مهم، وبنحييه كل التحيه. محمد شريف بيكهام كمان عمل مباراه جيده بالامس، فكلها امور ايجابيه في صالح النادي الاهلي، نتمنى لهم يا رب كل التوفيق بالشكل كامل. طيب بالتالي فيما يتعلق باخبار الفرقه بقى، النهارده كان في الساعه 1 الظهر، ومران كان استشفائي، ركز فيه الجهاز الفني على يعني عمليات الاستشفاء والتخلص من الاجهاد، والله يكون في عونهم في الحقيقه في التعامل مع الجزئيه دي تحديدا في ظل توالي وتعاقب المباريات. ومران ما استغرقش وقت كبير، وبعض التدريبات الخفيفه يعني على مدار الفقرات المختلفه لمران النادي الاهلي. بالتالي النهارده كان في محاضره من مستر بيتسو موسيماني للاعبين، والحديث عن مباراه النصر يوم الاربعاء ان شاء الله في بطوله كاس مصر، مباراة مهمة جدا، وعندي جزئية عايز اتكلم فيها بخصوص مباراة النصر بس بعد شوية. كمان موسيماني بكرة مدي اللعيبة اجازة، مفيش مران، وده طبقا للبرنامج الموضوع
للتغلب على الإجهاد اللي بيتعلق بضغط المباريات. وبعد بكرة إن شاء الله الفريق يستأنف تدريباته بشكل طبيعي. كمان مستر بيتسو موسيماني اجتمع مع طبيب الفريق دكتور أحمد أبو عبلة عشان يطمن على حالة المصابين. كمان من ضمن الأخبار محمد هاني وإمكانية مشاركته في مباراة النصر بشكل رسمي. خلاص محمد هاني خارج هذه المباراة. ليه بقى؟ محمد هاني عنده شد في العضلة الضم. مدة الغياب هتتحدد خلال 48 ساعة، يتم الإعلان عن الفترة اللي هيغيبها محمد هاني. بالتالي ده يعني هيبقى غياب مؤثر بصراحة لمحمد هاني، لعيب مهم جدا. انت عندك في المكان ده مفيش، هو بيكا اللي موجود اللي بيلعب مكان محمد هاني في الجزئية دي، لكن عندك بعض اللاعبين اللي يقدروا يأدوها. بالمناسبة أكرم توفيق ورامي ربيع، يعني نتمنى لهم كل التوفيق. فيما يتعلق بياسر إبراهيم، ياسر بينفذ برنامجه التأهيلي وهو عنده تقل في العضلة الضمة، إصابته أخف شوية من محمد هاني، فبالتالي برضه هيتم تحديد المدة الخاصة بغيابه. أجاي كمان هيعمل أشعة تانية النهاردة على العضلة الخلفية، واحنا عارفين ان هو اتصاب امبارح وهي الخسارة الوحيدة من هذه المباراة بالأمس، لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب خلال الساعات القادمة. وممكن البعض يقول لك طب ليه أجاي ما ريحناهوش امبارح؟ ما هو لعب وماتشات ورا بعض. يا جماعة احنا ناسيين ان أجاي ما كانش في التوقف الدولي موجود مع منتخب نيجيريا، خد أجازة مع اللعيبة اللي كانوا موجودين هنا، فبالتالي هو ما عندوش إجهاد بدني، فكان طبيعي قوي ان هو يلعب امبارح حاله حال بدر بنون برضه نفس الجزئيه. وانت مهم ان انت تلاعب اللاعبين اللي انت محتاجهم بشكل مستمر طالما هم عندهم قسط كافي من الراحه. طيب والتر بوليا تعافى من الكدمه في وش رجله، خلاص تمام، بس عنده الام في المعده، فبالتالي غاب عن المباراه بالامس وهيتعمل له بعض الفحوصات الطبيه. ناصر ماهر عنده شويه برد كده واكتفى بالتاهيل والجري حوالين الملعب. دي اهم واخر الاخبار اللي تتعلق بالفريق، ودي لقطات من مران النهارده بالمناسبه اللي حضراتكم بتتابعوها خلال هذه اللحظات. طيب عندي بعض النقاط اللي حابب اتكلم فيها برضو، وهي مباراه الاهلي والنصر. والاهلي كان بعت خطاب لاتحاد الكرة طلب ان المباراة تتلعب في القاهرة، وبرضو النصر بعتوا خطاب لاتحاد الكرة ان المباراة طلبوا ان هم ان هي تتلعب في القاهرة، وفرقتين من القاهرة واتحاد الكرة عامل المباراة في اسكندرية. وده امر غريب بصراحة، يعني ده امر غريب بصراحة. انت ليه عامل المباراة في اسكندرية؟ قال لك اصل بقى عشان تكافؤ الفرص، والزمالك هيلعب في اسكندرية ونفس توقيت وفرقتين عندهم ماتشين ماتش مع بعض، فبالتالي احنا عايزين يبقى في تكافؤ فرص. ممكن البعض يختلف والبعض يتفق في الجزئيه دي، بس انا مستغرب. يعني انت طالما فرقتين، هو جدول البطوله كده، فرقتين من القاهره، ليه توديهم اسكندريه في رمضان سحور وصيام وكلام من ليه؟ برضو من ضمن الحاجات الغريبه. انتوا عايزين فاصل يا جماعه؟ طب نطلع فاصل ونرجع نكمل. يلا بينا. يلا خدتوا بالكم بقى؟ يعني دلوقتي انا واحد القرعه ساعدتني ان انا ما سافرش، من المفترض يعني ان انا ما سافرش، تقوم انت بقى تتعبني تجهدني كفريق، خصوصا في ظل الماتشات الكتير اللي ورا بعض دي. فالموضوع بصراحه غريب، يعني ان انت دلوقتي الاهلي والنصر فرقتين منين؟ من القاهره، هنا من القاهره تمام، يروح يلعبوا في اسكندريه ليه؟ طب هم ذنبهم ايه ان في فريق تاني هيلعب في اسكندرية؟ حاجة غريبة بصراحة. بحس ان احنا دايما لازم نختلق بعض الامور اللي تعمل جدل ونتكلم فيها، ومفيش حاجة بتمشي على طبيعتها كده. ومنظور منظومة الكرة المصرية مفيش حاجة بتمشي على طبيعتها، بالتحديد اي حاجة جاية من اتحاد الكورة، مش عارف ليه. بالتالي عايز اتكلم على مباراة ايه؟ الاهلي والزمالك. امتى؟ يوم 18. وللأسف الاتحاد المصري لكرة القدم اعلن عن ان الحكام هيكونوا مصريين. انا بقول للاسف ليه؟ هل انا بقلل من الحكام المصريين؟ لا طبعا، حكام كويسين، حكام حلوين. طب انا بتكلم كده ليه؟ لان بصراحه، وده المفروض التفكير اللي لازم نفكر بيه خلال الفتره اللي جايه كمسؤولين عن الكره المصريه. انا لما اجي اخد قرار زي ده لازم اكون مهيئ الحكام نفسهم الاول لقرار زي ده. ما ينفعش انا فجاه كده قبل الماتش ب 10 ايام اجي اقول لك ايه، لا انا طقت في دماغي هلعب بحكام مصريين ماتش اهلي وزمالك، واحنا عارفين الحساسيه وعارفين المنافسه القويه وعارفين كل حاجه. هل ده كلام يصح؟ لا ما يصحش بصراحه، ما ينفعش. لازم انا ابقى واخد خطوات
لإعلان هذا القرار. طب الخطوات المفروض تتمثل في إيه؟ تتمثل في أن أنا أجهز الحكام نفسياً وفنياً لإدارة مباريات القمة. إزاي؟ أخطط. في حاجة كده الناس كلها بتعملها، بتخطط. تخطط تقول لك إيه، أنا بعد سنة، بعد اتنين، بعد تلاتة، إن شاء الله بإذن الله خلي الحكام المصريين هم اللي يديروا مباريات القمة. مش فجأة كده أقول إيه، لا خلاص هو حكم مصري. يا عم اسمع، لا هو حكم مصري يا سيدي، نجيب مش لا حكم مصري. طب ما ازاي ازاي؟ طب هل الحكام عندنا، الحكام عندنا شاطرين قوي؟ بصراحه لا. الحكمين الثلاثه الموجودين الكويسين ده اجتهاد شخصي منهم، اجتهاد شخصي منهم. هم ناس حابين الشغلانه دي وبيحترفوها، وبالتالي بيتطوروا وبيحسنوا من مستواهم، فوصلوا لمستوى جيد بصراحه. طب والباقي؟ الباقي نواة ليه حكام مميزين. طب ايه اللي ناقصهم؟ اللي ناقصهم ان يكون في سياسه من الاتحاد المصري معلنه من لجنه الحكام لتطوير مستوى التحكيم المصري. اعمل بقى معسكرات، اعمل محاضرات فنيه، اعمل بقى اي اساليب، هم ادرى مني في الحته دي يعني. نعمل اي حاجه اطور من الحكم المصري. ما اسيبش الموضوع بالصدفه. ما يبقاش الدنيا هلهلي كده يعني باللغه العاميه يعني. زي ما تيجي تيجي، انا وحظي. هخلي حكام مصريين المباراه دي ورب ان شاء الله تعدي على خير. ده احنا عندنا الفار. ما هو حتى الفار موجود بيحصل مشاكل، فما كانش ليها لازمه اطلاقا. ممكن ده يكون هدف مستقبلي بالنسبه لك، لكن ما ينفعش فجاه كده بعد ما احنا عارفين ومجلس الوزراء مش ممانع ابدا، واحنا عارفين القرار ده ان يكون في حكام اجانب مباراه الاهلي والزمالك، انا اروح ايه اقول لك لا انا راجل جامد جدا وهجيب حكام مصريين. الكلام ده بصراحه ما ينفعش. لكن في كل الاحوال، في كل الاحوال يعني نتمنى لو هيبقى في حكام مصريين فعلا يكونوا موفقين في المباراه دي، وان الامور تمشي بشكل طبيعي وما يبقاش في ايه مشاكل بعد الماتش باذن الله تعالى يعني. ده فيما يتعلق بمباراه القمه. النهارده الاهلي قرر ايقاف كابتن عمرو المدير الفني لفريق الشباب واحالته للتحقيق، وده من خلال لجنه التخطيط للكره، وبعد مراجعه طبعا كابتن محمود الخطيب المشرف العام على قطاع الكره، وبعد الاحداث اللي شهدتها مباراه الاهلي وانبي في دوري الشباب. ف يعني احنا عارفين الاهلي لو في اي غلط ما بيهزرش وبيبقى فيه على طول عقوبات، لكن ان شاء الله الامور تعدي بشكل ايجابي طبقا للي بيشوفه طبعا المسؤولين في النادي الاهلي. طيب خلينا نروح لترند الاهلي واخبار كتير كمان اتكلمت عن النادي الاهلي النهارده، بالتحديد بخصوص المباراه بتاعت الامس، وبخصوص كمان الفتره اللي جايه بالنسبه لفريق النادي الاهلي، وهي فتره مهمه جدا واحنا اتكلمنا عن النقطه دي ومتفقين عليها جدا. اول حاجه الحساب الرسمي للاهلي على فيسبوك يعني بيبشرنا بشره خير كده. قال لك الاهلي في 2006 طلع الثاني على المجموعه ب 11 نقطه في دور المجموعات وفاز بالبطوله. نفس الحال في 2012 نفس عدد النقاط، 2013 نفس عدد النقاط، 2020 اخر بطوله اللي هي الاغلى بالنسبه للنادي الاهلي 11 نقطه برضو، و2021 11 نقطه. باذن الله باذن الله تكون بشره خير ونمشي على غرار يعني مباراه البطولات اللي حققناها بنفس الرصيد من النقاط. ف يعني مش مقياس طبعا، لكن امور كده تدعي للتفاؤل يعني. طيب خلينا كمان نروح لحساب يلا كورة على تويتر، واللي بيقولوا أرقام حققها سيمبا في خمس مباريات وحطمها هدف محمد شريف. سيمبا كانوا أقوى خط دفاع بدور المجموعات، استقبل هدف وحيد كان من فريق فيتا كلوب، والفريق الوحيد كمان كان سيمبا اللي لم يهزم في دور أو دور المجموعات وقدر الأهلي يهزمه. في الحقيقة فريق مميز جدا ومنظم جدا وبيأدوا بطولة جيدة. خلينا كمان نروح ل حساب يلا كوره باختيار متابعي يلا كوره، محمد مجدي قفشه هو افضل لاعب في الاهلي بدور المجموعات من دوري الابطال. في الحقيقه قفشه لاعب مميز جدا، امبارح ما كانش في قمه مستواه لكن بيفضل لعيب مؤثر، ساهم في هدف محمد شريف وساهم في الحقيقه في صناعه عدد وافر جدا من الاهداف في دور المجموعات، فاحد اهم اللاعبين المصريين بكل تاكيد محمد مجدي قفشه. خلينا كمان نروح لحساب يلا كوره على فيسبوك، وقال لك ايه النصر وكلامهم اهو يعني نفس الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه من شويه. قال لك ليه نواجه الاهلي في اسكندريه؟ احنا قال لك ايه بقى، احنا قمنا او كلمنا يعني خطبنا الاتحاد الكوره لنقل المباراه للقاهره والاهلي خطبه كمان. الكوره الان في ملعب اتحاد الكوره ونتمنى موافقته على طلب النقل لفريقين من القاهره ومن مدينه واحده.
إذن لماذا يخوضان مبارياتهما في الإسكندرية؟ سؤال طبعا من محمد حجاج مدرب الجهاز الفني لفريق النصر. هنشوف اتحاد الكرة هيرد على السؤال ده ولا هيصمم برضه على الجزئية دي، ده اللي هنشوفه خلال الساعات القليلة المقبلة. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل فقرات برنامج الترند النهاردة. يلا بينا. طيب احنا اتكلمنا عن كل التفاصيل اللي بتخص النادي الاهلي، دلوقتي معاد الحديث عن الجانب العالمي وبالتحديد الاوروبي، واكثر تحديدا كمان كلاسيكو النهارده في الكره الاسبانيه، مباراه ريال مدريد وبرشلونه. بالمناسبه قبل ما اتكلم على الكلاسيكو، مباراه ليفربول واستون فيلا، التعادل اصبح ايجابي ما بين الفرقتين، صلاح احرز هدف التعادل عشان يوصل للهدف رقم 18 لهذا الموسم، مباراه في الدقيقه 76 من عمر هذا اللقاء الهام جدا. لكن في هذه اللحظات كمان معايا الاستاذ مروان الشافعي المحلل الفني، هيكون معايا عبر تقنيه زوم ونتكلم معاه بشكل مفصل بخصوص الكلاسيكو النهارده ما بين ريال مدريد وبرشلونه. يا مروان مساء الخير. مساء الفل يا كابتن امير، ايه الاخبار؟ تحياتي ليك، منورنا. الله يخليك، ده نورك. مروان بتشجع ريال مدريد ولا برشلونه؟ انا مدريديستا، يعني مش عايز اقول متعصب قديم، بس مدريديستا قديم. يعني نفس القصه بالنسبه لي لكن هي مباراه اكيد صعبه جدا. كيف ترى هذه المباراه في اطار المنافسه المحتدمه على بطوله الدوري الاسباني ما بين ثلاثي ريال مدريد وبرشلونه واتلتيكو مدريد؟ صحيح، زي ما حضرتك قلت يا كابتن، هي انا بشوفها الفرصه الاخيره بالنسبه كمان لريال مدريد، هي الفرصه الاهم، المواجهه الاخيره ما بين المنافسين. خلاص ريال مدريد خلص الماتشين مع اتلتيكو مدريد، خلص ماتش مع برشلونه، فاضل له ماتش النهارده على ملعب الفريدو دي ستيفانو. ريال مدريد هو ثالث الترتيب، هو الابعد ب 63 نقطه، برشلونه الثاني 65 واتلتيكو مدريد الاول 66. محتاج النهارده ريال مدريد يحافظ على حظوظه في الفوز بالليجا، غير ان هو لسه كمان عنده منافسات في الشامبيونز ليج، فربنا يكون في عون زيدان وربنا يكون في عون اللعيبه، بدنيا ممكن تكون متاثر كتير، على عكس بقى برشلونه اللي بشوفهم ذهنيا ونفسيا هم مجهزين للفوز بالليجا، علشان ما عندهمش مباريات في الشامبيونز ليج، هم خرجوا خلاص، عكس ريال مدريد كان عندهم ماتش قوي مع ليفربول ولسه عندهم ماتش قوي كمان مع ليفربول. بالظبط، وكمان هم ما عندهمش كميه الاصابات اللي بتحصل عند ريال مدريد. وفي وجهه نظري الفوز بالليجا لبرشلونه في ايديها، هو الفريق الوحيد اللي الفوز الليجا بايده، لان هو برشلونه الاقرب اذا فاز على ريال مدريد، ابعد ريال مدريد تماما الفوز بالليجا، ولسه كمان هيواجه اتلتيكو مدريد في الكامب نو، ففرصه برشلونه هي الاقرب للفوز بالليجا. عشان كده بقول النهارده هي الفرصه الاخيره بالنسبه لزيدان واللعيبه ان هي تحط نفسها في يعني في مواجهه مباشره مع اتلتيكو مدريد للفوز بالدوري في نهايه الموسم. طيب بعد مباراه ريال مدريد وليفربول والمجهود البدني الكبير قوي اللي كان موجود في المباراه دي واللي كلنا لمسناه واحنا بنتفرج في الحقيقه، ازاي هيتعامل زين الدين زيدان مع مواجهه برشلونه النهارده بالتحديد في الجانب البدني؟ هل ممكن يعني انا مش عايز اقول يريح بعض اللاعبين لان مفيش هنا هزار، انت بتنافس على بطوله تانية، بس هيتعامل ازاي في الجزئيه دي من وجهه نظرك يعني؟ والله بص، هو زيدان يا كابتن امير على طول بيفاجئنا، يعني كان كل الناس متخيله ان هو ماتش ليفربول هيلعب بثلاثه في قلب الدفاع ولعب باربعه عادي وعمل واحده من احلى ماتشاته. صح، يعني انا بشوف الافضل ان انت تشوف برشلونه بتلعب ازاي، وتخلي بالك ان برشلونه دلوقتي بقت بتلعب في ثلاثه في قلب الدفاع وخمسه في نص الملعب واثنين مهاجمين. اذا انت عملت خطتك العاديه 4 3 3 قدام برشلونه، نص ملعبك هيبقى عنده مشكلتين، اولا المشكله البدنيه، انت بتلعب بكروس وبمودريتش اثنين انهكوا بدنيه قدام ليفربول طبعا، وعمرهم السنيه كبيره. صح، لما تقارنهم بواحد زي داست، واحد زي بادري، واحد زي حتى عثمان ديمبيلي لما بينزل في نص الملعب. والمشكله الثانيه ان انت هتبقى 3 على 5، فانت خسرت نص ملعبك. فانا بشوف النهارده على زيدان يعمل بعض الروتيشن الخفيف، يعني اتمنى اشوف النهارده فالفيردي يبدا، ممكن ايسكو يبدا، مودريتش ممكن يرتاح او ينزل في الشوط الثاني، على فكره زي ماتش الكامب نو اللي ريال مدريد كسب فيه 3-1، فالفيردي بدا ومودريتش نزل، وفالفيردي جاب جون لما بدا ومودريتش جاب جون لما نزل. فبشوف ان على ريال مدريد النهارده يخلي باله جدا من الناحيه البدنيه، لان كمان 3 ايام هو مسافر انجلترا يلعب ماتش قدام ليفربول، ماتش لسه مخلص، المواجهه لسه ما بين الفريقين محتدمه،
فعلى ريال مدريد وعلى زين الدين زيدان يداور بشكل مناسب للفريق علشان ما يخسرش عناصر اكتر، والاصابات اصلا مش سايبه ريال مدريد في حالها، راموس، بالظبط. فاران كورونا، راموس اصابه، بمناسبة هازارد. الإصابات، فاران وراموس، ما شفناش ريال مدريد اتأثر بغيابهم في مباراة ليفربول، هل الوضع ممكن يتغير بالتحديد في مواجهة برشلونة؟ يبقى في تأثر انا شايف بالغيابات دي؟ ان، بص، هو انا شايف ان في ماتش ليفربول الفريق كله كان جاهز والفريق كله كان ذهنيا حاضر، وزين الدين زيدان حمى الاثنين دول، حمى ناتشو وحمى ميليتاو بعدم تقدم كاسيميرو وبعدم تقدم ميندي كتير في الهجمات الهجمات المرتده على ليفربول، فقدر ان هو يلعب على نقاط ضعف ليفربول ويحيد لعيبه ليفربول الهجوميه اللي برضه هم عندهم مشاكل. ساديو ماني مش في موسم قوي بالنسبه صح له، صح فيرمينيو اصلا ما بداش، دييجو يوتا ما كانش في ماتش كويس، لكن النهارده قدام برشلونه كفايه ميسي، كفايه عثمان ديمبيلي وجريزمان، ثلاثه تقال جدا، حتى في الدكه في ترينكاو وفي لعيبه تقيله. يعني النهارده اذا كاسيميرو بلغه الكوره كده باع ناتشو وباع ميليتاو وما شاركش معاهم في الناحيه الدفاعيه بشكل اقوى، وما كانش في تعليمات واضحه لاظهره الجنب ان هي تتقل شويه وما تهاجمش في كل كوره، هيبقى في مشكله كبيره. عشان كده بقول ان اهميه فالفيردي النهارده في نص الملعب ان هو يزيد على ناحيه لوكاس باسكيز ويعمل الدبل اب على جوردي البا وعلى عثمان ديمبيلي، لان دايما خطوره برشلونه بتيجي من الكره القطريه اللي بيلعبها جوردي البا في قلب الملعب، وميسي بيقطع للداخل على طول، بتسبب مشاكل كتير. اذا تساب لوكاس باسكيز على ديمبيلي وعلى البا تبقى كارثه كبيره. يعني طيب النهارده هتبقى اخر مباراه لميسي، اخر كلاسيكو بالنسبه له، ولا تتوقع ايه؟ بص، يعني انا ما اتمناش، يعني هعتقد ان الدوري الاسباني هيتاثر كتير جدا، جدا يعني جدا يعني زي ما كفايه اتاثر غياب برحيل كريستيانو رونالدو. بالظبط. يعني تخيل، يعني الناس كانت بتستنى اصلا الماتش ده عشان طبعا رايفلي بتاعت كريستيانو طبعا وبتاعت ميسي، دلوقتي مفيش كريستيانو، فبقيت تحط اسم مع ميسي كده، مثلا مره بنزيما، مره تقول راموس، مره تقول عظمه زيدان كمدرب، ممكن تعادل الكفه، بس في الاخر اذا كمان رحل ميسي عن برشلونه يعني الليجا هتبقى ملهاش طعم على فكره. يعني خالص. لسه بقى مستني 3 4 سنين كمان عشان واحد زي مبابي مثلا يروح مدريد، واحد زي هالاند يروح برشلونه ويوصلوا للتوهج، فتستنى بقى الرايفلي ما بينهم. لكن بالظبط. انا يعني بصراحه كمحب للكره، مشجع لريال مدريد وميسي بيأذينا كتير بصراحه، بس يعني للمتعه وللفرجه الكلاسيكو هيقل كتير والليجا هتقل كتير، فما اعتقدش على فكره ان ميسي ممكن يرحل من برشلونه برضه بعد وجود لابورتا وبعد طبعا الأداء المميز اللي بيقدمه رونالد كومان، ان هو بيبني فريق جديد. أعتقد إن ميسي هيكمل، وأتمنى كمان إن راموس يكمل، لأن الكلاسيكو والليجا هتتأثر جدا بغياب واحد منهم من السنين القادمة. بالتالي ممكن رونالدو يرجع، خصوصا في ظل التقارير اللي اتكلمت على ان يعني في تفكير في ريال مدريد ان هم يرجعوا رونالدو، ورونالدو نفسه يرجع ريال مدريد، والموضوع اصبح مستبعد دلوقتي خصوصا في ظل الاتجاه نحو التفكير في التعاقد مع كيليان امبابي، وتقارير كتير قالت ان خلاص الصفقة قربت يعني في الصيف يعني. هو انا بشوف ليها كذا شق اخدهم مع حضرتك بسرعه. رونالدو لعيب عنيد، لعيب مش هيرضى ان هو يتحط في مسيرته ان انا رحت نادي عشان احقق له تشامبيونز ليج وان انا سبته او بعته بلغه الكوره علشان ما قدرتش احقق نجاح، لانه مع ريال مدريد برضه قعد 5 سنين لحد ما حقق اول تشامبيونز ليج مع ريال فعلا. مدريد، فما اعتقدش ان كريستيانو هيفكر. على الناحيه الثانيه فلورنتينو بيريز عمر ما في لعيب خرج بالشكل بتاع كريستيانو ورجعه تاني للنادي، اقتصاديا مش هيقدر بيريز يتحمل صفقة كريستيانو رونالدو وراتب كريستيانو رونالدو العالي، عشان ده بيتخانق مع راموس على 2 مليون يا كابتن أمير، فتخيل ان هو بالظبط. هيجيب كريستيانو اللي هو هيطلب 30 مليون يورو في السنة، هيبقى صعب جدا. رقم 3 هو البروجكت الجديد اللي مع زيدان، مع الاستاد الجديد، مع ان خلاص بيريز هيتم انتخابه لحد 2025 كرئيس لريال مدريد بعد ما فيش حد اتقدم للترشح قدامه، فانا اعتقد نمبر 1 بالنسبه لفلورنتينو بيريز امبابي، وبعدين هيبقى في بدائل لامبابي سواء هالاند او هاري كين هيفكر فيهم. لكن عوده كريستيانو رونالدو هي للاسف يعني هي كانت رحله واحده بس من مدريد الى تورينو، ملهاش عوده. بقول ده وانا متاثر جدا، لان انا كعاطفيا اتمنى ان اشوف كريستيانو رونالدو طبعا بيختم مسيرته بتشيرت طبعا. ريال مدريد، لكن منطقيا وواقعيا انا شايفها مستحيله. طيب اخيرا، طبقا للمعطيات، توقعاتك للمباراه دي النهارده ايه؟ والله توقعاتي منطقيا انا شايف برشلونه الاقرب، يعني برشلونه بدنيا اجهز، هم عندهمش غير بطوله الليجا، ولكن علشان دايما التوقعات بترتبط بالاماني، فيعني اتمنى طبعا توفيق ريال مدريد، وان كنت بشوف حتى التعادل مش هيبقى مؤذي بالنسبه لريال مدريد وهيبقي على اماله في ملف. الدوري لنهايه الموسم، لكن فنيا بشوف ان برشلونه الاقرب
خلينا نقول ايه 55% لبرشلونة 45% لريال مدريد، واتمنى ان انا اطلع غلط يعني. ان شاء الله تطلع غلط وريال مدريد تكسب. يا انا رب ان شاء الله. بشكرك يا مروان، شكرا جزيلا. بشكرك مروان كابتن امين. الشافعي المحلل الفني المتميز في الحقيقه كان معانا عبر تقنيه زوم، واتكلمنا معاه تحديدا بخصوص مباراه اليوم، كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونه في الدوري الاسباني. المباراه هتكون في تمام الساعه 9 مساء. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نواصل. يلا بينا. سؤال الحلقة النهاردة كان إيه في رأيكم أفضل تشكيل للنادي الأهلي في دور المجموعات بعد انتهائه؟ فبالتالي خلينا نشوف تفاعل حضراتكم من خلال الصفحات الرسمية قنوات النادي الأهلي. نبتدي بتوفيق إبراهيم، واللي قال محمد الشناوي، أيمن أشرف، محمد هاني، ياسر إبراهيم، بدر بنون، عمرو سولية، حمدي فتحي، محمد مجدي، أفشة، طاهر، محمد طاهر، أجاي، محمد شريف. خلينا كمان ناخد وليد سيد، قال الشناوي، محمد هاني، وبدر بنون، وياسر ابراهيم، وايمن اشرف، السوليه، ديانج، افشه، اجاي، محمد شريف، مروان محسن. طيب دي كانت بعض التوقعات، او مش توقعات، بعض اراء حضراتكم بخصوص التشكيل الافضل للنادي الاهلي في مجموع مبارياته في دور المجموعات. وفي الحقيقه الفرقه كلها ادت يعني باداء جيد، او نتائج كمان كانت افضل كمان من الاداء. المهم ان الهدف اتحقق في الاخر، ان الاهلي بيواصل المنافسه على هذا اللقب الغالي بالنسبه للنادي ولكل جماهيره في كل مكان. ان شاء الله نكون موفقين، او يكون الاهلي موفق في ما تبقى من هذه البطوله ومنافسات دور ربع النهائي، ونكمل لابعد مدى، وليه لا ما نحققش اللقب كمان رغم صعوبته. كل التوفيق للنادي الأهلي. دي كمان كانت حلقتنا النهاردة من الترند، ليس لدينا المزيد. وغدا كل الجديد في حلقة جديدة من نفس البرنامج. استنونا، إلى اللقاء.